والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. في الابيسود اللي فات ممكن نكون تكلمنا عن اليوناري بلس أوبريتو، في الابيسود ده رح نتكلم عن اليوناري ماينس أوبريتو. والحقيقة الاثنين زي بعض باختلاف باستثناء اني دايت بلس ودايت بيكون عبارة عن ماينس، والشكل بتاعه بيكون ان انا بضيف القيمة سالب، بضيف الرمز سالب الاشارة السالبة لمين؟ للداتا تايب بتاعي، مثلا سالب 5 او سالب لو كان سترينج او سالب الداتا تايب بتاعي. وداتا يا جماعة بيعمل حاجتين اتنين، الحاجة الاولانية انه بيحول الرقم بيحول الحاجة اللي بيضاف ليها النمبر، يعني لو اذا كانت valid، يعني لو مثلا الخمسة ده عبارة عن رقم تقبل انها تتحول لرقم valid، حاجة زي قيم اللي true or false ده تقبل valid انها تتحول لارقام، اذا كانت تنفع تتحول لارقام بيحولها لمصدرها المقابل للارقام. الحاجة التانية بيعمل لها عملية negating او بيحاول يحط لها القيمة السالب قبل منها بعد التحويل، يعني في الحالة الاولانية بيحولها الرقم والاستيج التانية بيحاول يحط لها القيمة سالب. مع الأمثلة الأمور هتوضح أكتر إن شاء الله بإذن الله. خلونا نجرب كده برقم عادي، مثلا حاجة زي سالب 5، فالنتيجة بتكون عبارة عن سالب 5. طيب لو حبينا نستخدمه مع القيمة undefined النتيجة بتكون عبارة عن not a number. طبعا ما فيش حاجة اسمها سالب undefined، يعني مش القصة بإني سالب undefined، هو ما فيش حاجة اسمها سالب num، يعني سالب نوت نمبر ما فيش حاجه كده، فعشان كده بيخليها نم. تمام، حتى لو انا شلته، انا مش لو شلته، لو انا كتبت حتى الموجب اللي هو اللي بلس كان هيقول لي ده النتيجه بتكون عباره عن نم، فما فيش حاجه اسمها سالب نم، فعشان كده النتيجه بتكون عباره عن نم او نوت نمبر. لو حبينا نستخدمه طيب مع النال فاليو، وانت النال فاليو والنال كانت بترجع لك صفر لو كان اليوناري اوبريتور بلس، فبرضه كانت بترجع لك القيمه صفر، فلكن ان انا ما عنديش حاجه اسمها سالب صفر فالنتيجه برضه بتكون عباره عن صفر. طب لو حبينا نستخدمه مثلا مع البوليان فاليوز مع الترو والفولس، لو قلنا ان ترو هيرجع لك سالب واحد، لان في اليوناري اوبريتور بلس كان بيرجع لي القيمه ترو بموجب واحد. تمام، فده هيمثل لي القيمه بتاعه ترو بانها واحد، وروح اعمل لها نيجيتنج احط لها سالب. مع القيمه فولس طبعا اثبات على نفس السيناريو بان القيمه بتكون صفر، لان ما عنديش حاجه اسمها سالب صفر، لان في اليوناري اوبريتور بلس كان بيحاول يرجع لي القيمه فولس القيمه صفر، هنا سالب صفر ما فيش، ده مش منطقي. لو انا حبيت احطها بسالب دبل كوت فاضيه مش جوا منها حاجه، النتيجه بتكون عباره عن انها صفر. لو انا استخدمتها مثلا برقم زي 3.6 فتكون النتيجه 3.6 هيحوله لي بيت اللي انها ارقام. طب بالنسبه للـ ماينس اوبريتور